الاطفال، وساعات وما زال ابني او بنتي تعبت وبيبقى فيه عند بعض الاباء لبس، اوديه فين؟ اوديه بطنه ولا اوديه انف اذن ولا اوديه عظام؟ والاخر بيبقى المفروض يوديه عند حد متخصص في طب الاطفال. تعال نسال سؤالنا والعنوان الكبير، طب الاطفال يا دكتور حسام ايه هو؟ طب الاطفال هو الطب اللي فيه كل تخصصات الطب والجراحه في اي كائن بشري لحد 18 سنه. اوكي. وده الديفينيشن الاخير او التعريف الاخير للمنظمه الصحه العالميه 18 سنه. وده في الحقيقه مش فسيولوجي قوي بقدر ما هو اجتماعي شويه، ده معمول عشان يخضع على ظاهره الازدواج المبكر للاطفال البنات. اوكي. فسموها طفل لحد 18 سنه. جميل. لكن هو في فتره طبعا الطب كله ما فيهوش شارب ديماركيشنز، يعني مفيش حدود فاصله وفاصل، لكن هو من 16 18 ممكن تعالج اطفال وممكن يبتدي يتعالج بطنه، يعني ده رايي انا الشخصي يعني. تمام. وبعدين مش ده السؤال المهم، المهم ان انا اما تجيلي حاله ورغم عندي خبره مثلا او ما عنديش ومش عايز سكند اوبينيون، راي تاني. نعم. انا بقى في حالتي ما بفضلش اخد راي دكتور اطفال زيي. حاله مثلا اي ان تي او انف واذن وانا مش لاقي لي حل فيها، اخد استشاره حد اي ان تي. لو انت تفضلت وقلت ان طب الاطفال ده اصلا تخصصات، وفي ناس يعني وفي مصر الحمد لله في تخصصات جوه طب الاطفال، منها انف واذن طب اطفال، منها جلديه اطفال، منها قلب اطفال، منها جهاز هضم اطفال وهلوم مجرا يعني وجراحه اطفال. ف بحب انا شخصيا الدكتور لو انا تخصصي، انا تخصصي حديث الولاده، يجيلي حالات ممكن اطفال ممكن بحس ان زميلي فلان هيعالجها احسن مني، ضميري لازم ابعتها له يعني. حضرتك تستشير حد من التخصص الدقيق؟ طبعا طبعا، من استشاره يعني. أوكي. من تخصص دقيق جوه الاطفال، ولو ما فيش حد من التخصص العام نفسه يعني. زي ما انت قلت مثلا واحد عنده نوز ممكن اطفال ممكن كمان.